ماذا تحلم القطط؟ مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي وأحبائي بالله في هذه الحلقة الجديدة. كما نعلم أعزائي، من المرجح أن القطط لديها أحلام تشبه إلى حد كبير أحلامنا كبشر عندما تقوم بغلق عينيها. ثم جاء وقال الأستاذ ماثيو ويلسون المشارك في المعهد التكنولوجي الأمريكي للتعلم والذاكرة، وقال: إننا نحلم كل يوم بحياتنا اليومية، وهم يحلمون بأنفسهم، ولكننا لدينا تجارب حياتية مختلفة. أي القطط يحلمون مثلنا مثلهم، ولكن يحلمون بالتجارب التي يمرون بها، ونحن نحلم بالتجارب التي نمر بها. فبالتالي أتمنى أن تكون وصلتكم الإجابة اللازمة، وألقاكم في حلقة أخرى وجديدة.